نبدأ نشرتنا من مجلس الشعب، حيث عقد جلسته الأولى من الدورة العادية الرابعة للدور التشريعي الأول بحضور الحكومة. وأكد الدكتور الحلقي خلال الجلسة أن الحوار الداخلي في سوريا هو المدخل الأساسي للحل السياسي ووقف إراقة الدم السوري ومنع تدمير البنية التحتية. أكد مجلس الشعب أن محاولات بعض الحكومات العربية تكريس نكبة فلسطين وأعطائها مشروعية بتواطؤ دولي تعد اعتداء جديدا على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. محمد جهاد اللحام رئيس المجلس قال في بيان له خلال الجلسة إن نكبة فلسطين تعد وصمة عار في تاريخ الإنسانية، مؤكدا وقوف الشعب السوري إلى جانب الأهل في فلسطين المحتلة ومساندته المطلقة لاستعادة حقهم المغتصب في الوقت الذي تبيع به بعض الحكومات العربية فلسطين. الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء قدم عرضا تناول فيه آخر المستجدات السياسية والوضع الاقتصادي والمعيشي والخطوات التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن. وأكد الحلقي أن المشروع الوطني للحكومة هو الدولة الديمقراطية التعددية الحرة والسيدة والمقاومة غير التابعة لأحد ولا تدور في فلك أحد. ولفت الحلقي إلى أن الحكومة ترحب بعقد مؤتمر دولي لإنهاء الأزمة في سوريا. سنعمل بشراكة مسؤولة مع الدول الراعية لهذا المؤتمر، ونتفاعل مع أي مبادرة سياسية لحل الأزمة بما لا يتعارض مع ثوابتنا الوطنية، لنبرهن على التزامنا بالحل السياسي في إطار بيان جنيف، ونؤكد أن الحوار الداخلي في سوريا هو المدخل الأساسي للحل السياسي وهو الوسيلة الأساسية لوقف إراقة الدم السوري ومنع تدمير البنية التحتية. وأوضح الحلقي أننا اليوم نستذكر ذكرى نكبة فلسطين ونستذكر مشهد وعد بلفور قطري جديد بما يسمى تبادل الأراضي الفلسطينية في استخفاف واضح لإرادة الشعوب وحقوقها، مضيفا لا يحق لأي كائن من كان التنازل عن حبة تراب واحدة من التراب الوطني والقومي في الجولان وفلسطين وجنوب لبنان. واستعرض الحلقي ما أنجزته الحكومة خلال الفترة الماضية في سبيل تأمين متطلبات المواطن ومستلزماته الأساسية. بإطار هذه العلاقة الناظمة ما بين السلطة التشريعية والتنفيذية نستمع إلى كل التساؤلات التي يطرقها السادة الأعضاء. الحكومة تقوم برصد هذه التساؤلات ومن ثم الإجابة عليها في إطار زمني، وخاصة أننا نحضر في إطار الدورات التي تعقد بفاصل شهر ونص على الأغلب. القطاع الخدمي أخذ الحيز الأكبر من التساؤلات، ولا سيما ما يخص قطاع الصحة، قطاع الكهرباء، قطاع الموارد المائية. الحكومة متفاعلة مع كل ما طرح من تساؤلات، وتقوم وعلى مدار الساعة كما تعلم في ظل ظروف أمنية وتحديات أمنية صعبة تتعرض لها البلاد برصد كل هذه التساؤلات وكل التعقيدات التي تجري في بعض الحالات على صعوبة الوصول إلى القطاع الهدف، ولا سيما قطاع الكهرباء في بعض الحالات، قطاع الاتصالات هناك أيضا يعني تخريب لحظي في هذا القطاع. مع ذلك ورشات العمل تجدها على مدار الساعة تقوم بإصلاح كل ما من شأنه من أجل تقديم الخدمة المطلوبة في الوقت المناسب. مع ذلك وصلنا إلى حالة من تقنين التيار الكهربائي مجزية، يعني في بعض المحافظات أكثر من 9 محافظات الآن لا يوجد تقنين في الطاقة الكهربائية على مدار الساعة. قطاع الصحة كان له حيز أيضا في ظل استهداف هذا القطاع من قبل المجموعات المسلحة، مع ذلك يعتبر هذا القطاع قطاع خدمي بامتياز واستطاع التكيف مع كل ظروف الأزمة. وفيما يتعلق بعمل وزارة الإدارة المحلية أشار الحلقي إلى الخطوات التي تقوم بها الوزارة في مجال الإعمار والتعويض على المتضررين من جراء إرهاب العصابات المسلحة، مبينا أن عدد الأسر المتضررة بلغ 820 ألف أسرة، وأن مجمل ما أنفق على هذه الأسر حتى الآن بلغ 12.4 مليار ليرة سورية. وأوضح الحلقي أن الحكومة تعمل على متابعة استحقاقات أسر الشهداء، حيث أمنت أكثر من 2500 عقد سنوي لهم إيفاء من الحكومة بما وعدت به.
ولفت الحلق إلى أن وزارة التجارة الخارجية استطاعت ملء المخازين الاستراتيجية بما يكفي حاجة السوق المحلية لشهر آذار من عام 2014. وأكد أن واقع الليرة السورية مستقر إلى حد ما رغم كل التحديات الأمنية والسياسية والإعلامية المضللة، وأن المخزون من القطع الأجنبي يفي بمتطلبات صمود الشعب، لافتا إلى جهود الحكومة للعمل لتعديل بعض المواد المتعلقة بمهنة الصرافة لتحويلها من جنحة إلى جناية. مداخلات عديدة لأعضاء مجلس الشعب أكدت أن الخطوات الاقتصادية يجب أن تكون على مستوى الميدان ونجاحاته، مشيرين إلى أهمية العمل على الاهتمام أكثر بالوضع المعيشي وضرورة استلام محصول القمح والشعير من الفلاحين وتمليك الفلاحين الأراضي المؤجرة منذ عشرات السنين، فيما تساءل البعض الآخر عن سبب تضاعف أسعار المحروقات في بعض المحافظات، مؤكدين ضرورة مراقبة الكتلة النقدية وتحقيق استقرار الأسعار وتشكيل لجان لإزالة الشيوع وتحديدا في المنطقة الساحلية. وتبقى أرض الواقع هي الفصل لجهة الفعل الحقيقي، وهذا ما ينتظره الوطن والمواطن. على هذا رفعت الجلسة إلى الساعة 11 من صباح يوم الخميس الواقع في 16/5/2013. أخبار تلفزيون مجلس الشعب.